برسل دقيقة، برسل لك شيء يا فلة يا نايف. يا زق وشو دقيقة يعني ما اشغل ذا؟ دقيقة طيب يا فلة. يا فلة خاص يلا الحين. هلا بالعيال، كيف الحال؟ ايش اخباركم؟ ايه عيال في مكان نلعب. ايه تراني اقوى لاعب في العالم والله. تبي الله ما تخلى. صوت المبزر مبزر مين يا اخي؟ ما ادري، سمعت صوت بزر. بزر مين؟ ما ادري بس انا سمعت صوت بزر والله. يا يا ايش؟ خلاص يا فلة والله ما نفلة بليز يعني، والله انك فلة الله. انا فل خلاص هذا انا داخل موقع اباحي ولا داخل اوفر واتش الحين، ترى ما ادري يعني. يا فلة خلاص. لا هو فاين فاين. هاي فرا. ايوه اخباركم. ايش ضحكة المصراتي؟ من اللي يضحك ذا؟ اللي تضحك؟ انا. يلا خل نضحكنا معك، خل نضحك. اضحك على نفسي. اوكي اضحك على نفسي. اوكي. كيف اضحك على نفسي؟ دقيقة. انا اضحك على نفسي. اوكي يعني. لا حد يضحك علي بس انا اضحك بس. اوكي. انت اللي ماخذ الديف اجل ها؟ تراني شخصيتي لا تاخذها. ايه محق. اقول لك لبوجهك يا شو اسمك يا محمد. شخصيتك وخرتهم ذهب مكري. اقول شخصيتي القرد والله ما تاخذ اذا اقوى واحد. اي والله والله فاتك قبل شوي جذب القرد يا نايف والله يا فاتك. هبل اقول دخلوني معكم يا انا اخوكم. ادخل انا اخوكم الصغير، دخلوني مع المبزرة ذولي. خل تركي يدخل معنا. نادى يا واد ايش صوت المحنة ذا؟ معليش المحنة. انا مهير مين يا ولد. اخيرا جيت. دقيقة يا انا اذني فيها مشكلة واني اسمع اصوات مو بزينة يعني، ما ادري وش اقول. ماي بيبي والله ما في احد صوته مو زين. ايش؟ دقيقة متى اختبار التكسير ان شاء الله؟ الاحد ولا الثلاثاء ان شاء الله؟ لاني ما اسمع الا صوت مبزرة. دقيقة الحين انت ولد ولا بنت؟ لان صوتك والله مشكوك فيه انت. انا كنت كنت يا جنكرات ترى والله ما دخل. ايش يا ولد انت قاعد تسجد؟ اسمع صوت حمام. اسمع صوت حمام كذا، انت قاعد تسجد تكلمنا. انت تكلم يا تركي لا عيال دقيقه خلنا تركي دقيقه تركي تعال دي شويه بك. ايه انا اقول ليش ما يدخل معنا بارتي؟ يا فلة والله اليوم بس الله طلعت انسان ما ادري ايش اقول، انسان اسطوره. زهرات الفلسفه ظهر الحق وزهق الباطل. نايف اطلع وين؟ اطلع تعال والله حبك. يا عيال اول مره في فتره ما دخلت اوفر واتش ما خليت ترك. ما بقصدي كذا يا فلة. كم باك والله يا مايونيز، مدري مايونيز والله انك طحت من يا رب. طحت من شيء مو بزين لاني والله اسمع صوت مزق. يعني بكرة اختبار التفسير ان شاء الله يوم الثلاثاء، اول شابتر اول خمسة وراك وبالتوفيق. شلون تدري تفسير انت؟ ما ادري لاني بزر تعرف عندنا تفسير وكذا.
مين انت اللي انت اللي بيت؟ شف يا ديوم انت شو اسمك؟ ديوم والله العظيم صوتك يا اخي مو بتش دي 144 الجودة والله ما اسمع الا كذا صدى الريزولوشن صفر يا ديوم بلا تكمل فوتوشوب 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 هو فوتوشوب كيف الريزولوشن فوتوشوب والله يا الريزولوشن ناقص الريزولوشن حمامات انت بكره كذا ما ادري كيف كنا صوت خير الله هو كذا مقفل عليه والله خير الله احيانا يتكلم كذا والله اخر حقكم ذا ماني بعرفه والله صراحة ودي اشوفه كذا اللي كل شيء مختلف يا الله يا رب يا مينيز اني اشوفك في جنازة ايه ومخي صوتها والله اللي يلعب بالديفة ذا ما عنده